صارت ضربة غريبة تونا. احنا في وسط الشارع والاستهداف امامنا مباشرة كان. لقيت الدار مخليين وسط دي ولا في ناس؟ كشاف ايش الوضع عندك؟ ايش الوضع؟ يعني رائحة البارود في كل مكان، احنا فعليا نتقدم قاعدين بحذر شديد. خوف من انه المكان يستهدف مرة ثانية. في حدا؟ في حدا؟ في حدا؟ يا الله حجم الدمار مش طبيعي، بس مش مبين اشي. شايفين هذا الرذاذ؟ هذا رذاذ البارود تاع الصواريخ. وديتها على المستشفى حاليا، وديتها على المستشفى هي وجوزك، وديتها تقلقيش. وديتها. يا رب العالمين. لا انا بكون ماشي، انا وديتهم. يا الله حجم الدمار، يا الله حجم الدمار. يعني بصراحة أنا لسه أفرجيكم معالم المنطقة، لكن أنا مش قادر أفرجيكم معالم المنطقة من شدة الرماد الموجود في الأجواء. يعني طلع فيش شي مبين، أصوات الطيران الحربي فوق راسنا مباشرة. يا الله والله ما نعرف من وين. من وين؟ مبين اشي. تعال تعال. طب وين؟ والله اضوينا قدامنا على ضوء، ما شايف اشي. من وين؟ يا الله طريق. اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. المشكلة طيران الاستطلاع فوقنا بالضبط، والطيران الحربي ما فارق الاجواء لحتى هذه اللحظة، وكل شوية والثانية بغير على هذه المنطقة بغارة جديدة. فاحنا فعليا ماشيين وارواحنا عكفنا، في اي لحظة ممكن يتم استهداف هذه المنطقة مرة أخرى. يعني الله يسلم يا رب.